السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين ومتابعين. عاجل بعد ساعات من إعلان صنعاء فتح طريق الجوبة مأرب البيضاء، عناصر مسلحة تطلق النار على مجموعة من المواطنين خلال توجههم إلى مدينة مأرب، وهذا ما حدث قبل قليل. وإلى التفاصيل. أقدمت عناصر مسلحة من قوات التحالف العدوان اليوم الثلاثاء على إطلاق النار على مجموعة من المواطنين خلال توجههم إلى مدينة مأرب، وذلك بعد فتح طريق مأرب الجوبة البيضاء من قبل حكومة صنعاء. أكد مصدر محلي في مأرب أن العناصر المسلحة باشرت بإطلاق النار بعد مرور مجموعة من المواطنين بدون سابق إنذار وبشكل مفاجئ، فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى عن حادثة إطلاق النار حتى الآن. وكان مصدر عسكري في حكومة صنعاء قد أكد أنه تم الإعلان سابقا بعد التنسيق مع الطرف الآخر للموافقة على المبادرة الإنسانية من قبل صنعاء لفتح طريق الجوبة مأرب، وما حدث اليوم لا يحمل أي مؤشرات عن حسن النية أو اهتمام بالصالح العام للمواطنين. وهنا أعزائي يسدني أن أعرض لكم مقطع فيديو يوثق قيام عناصر التحالف بإطلاق النار بعد مرور مجموعة من المواطنين، كما يعرض هذا الفيديو لإهراء بعض المسافرين، فكونوا معي. ردونا قالوا حتى إشعار طالبين منا 5 أيام وسوف يتم التفاهم في خلالها، وشلوا 5 قالوا يشرفوا على ترتيباتهم. رجعوا الناس كاملة لا خلوا حد. عبرنا من أنصار الله من لا إلى حد لا عارف لما وصلنا حدود حكومة مأرب، وردونا حكومة مأرب اليوم.